طيب انا ماشي. السلام عليكم، عايزين حاجه؟ لا مش بعرف. السلام. بيبي بيبي بليز، كنت عايزه اطلب منك طلب صغنطط قد كده. هو الحقيقه يعني انا ومامي كنا النهارده قررنا يعني ننزل نعمل شوبينج كده في المولات ونشتري شويه حاجات، فكنا هنرجع متاخر ومش هلحق اعمل العشاء، فكنت عايزاك تجيبني معاكم المطعم اكل بقى عشان نتعشى وكده. يا سلام يا سلام، عينيا ليك يا رانيا. عايزه بعد ما تتعبي النهارده في اللف على المولات والشوبينج بتاعك اكون مجهز لك ميه سخنه بملح تنقعي فيها رجليكي. انت قمر قمر، انت دايما كده حنين وبتجنحني بمشاعرك المكنونه. قصدك طول عمر عبيط. على الناس المحشورين اللي بيحشروا مناخيرهم المدبدبه في بقي. مين دي اللي مناخيرها مدبدبه يا مناخير ام قول اسف؟ ميرسي يا ماما، كتر خيرك انك بتردي بالنيابه عني اتجاه قعدتك. شرف شرف، محدش يكلم بنت عامل كده. بس يا وحشه، قال ايه؟ قال قول اسف، قال انتوا مناخيركم عامله زي بتاعه المؤذى. يا 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 اهلانين يا منحططين. انا عايزه مرايه مرايه. مامي مامي مامي، انا مناخيري عامله زي القول اسف. لا يا بيه ما تحققيش، ياخدي عند ابن منيمه. دول الاسلوب دول ما اقول لك منحططين وبيئيين، وبعدين ما عندهمش ولا فهميات في الجمال الاغريقي. فعلا فعلا، مناخيرها جمال اغريقي. بداية اخويا اول ما شافها وقع في جرام خور منها. لو سمحتي يا سناء، لو سمحتي ما تتكلميش على وقتك. بس 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 مفيش احترام خالص. حرام عليكم اللي انتوا بتعملوه فيا ده. انا عايز شويه هدوء شويه هدوء لو سمحتوا. حرام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس أنا ما قلتش حاجة يا سيدي. كأنك قلت يعني حصل خير. كأني قلت؟ الله عليك، صدقني حضرتك أنا أول مرة أقابل حد ذوق ومحترم زيك كده. أنا ذوق ومحترم؟ ربنا يخليك. يعني أنا صراحة ما فيش حد كتير بيقول لي الكلام الجميل ده. ما فيش حد كتير بيقول لك الكلام الجميل ده؟ الله عليك. لا اسمح لي يا أستاذ أقول لك إنك شخص نادر الوجود اليومين دول، شخص نادر الوجود في هذا الزحام اللا إنساني. الشخصيات اللي زي حضرتك كادت أن تنقرض كما انقرضت الديناصورات. الله أكبر، في ظل هذا المجتمع المتفكك المتحكك المتزكزك. المتزكزك؟ الزكزك الشيء زكزكة، واسم الفاعل منه متزكزك إن شاء الله. متزكزك وديناصورات، صراحة يعني أنا مش عارف أقول لحضرتك إيه. يعني كلام جميل والله، يعني ربنا يخليك. ربنا يخليني، الله عليك. صدقني يا أستاذ، من حقك ومن حق المجتمع عليك إنك تعرف إنك راجل ذوق 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 الصراحة. تسمح لي حضرتك؟ حضرتك بتستأذني عشان تطلع؟ اتفضل طبعا يا فندم. اتفضل حضرتك الاول. لا انا انزل بعد ما انت تطلع. لا انا اطلع بعدين حضرتك تنزل. لا حضرتك طيب، يعني مع بعض يلا. بص استنيت. لا انت هتحكي عليا ولا صح؟ لا اتفضل. متشكر متشكر حضرتك. اتفضل اتفضل حضرتك اتفضل حضرتك. يا سلام. ازيك يا سعاد؟ انا يا اخويا كنت سامعك كده بتكلم مع حد. خير في حاجه؟ قصدك يعني على الدوشه اللي حاصله؟ يعني ما فيش. لا عندنا جوه ده اللي عادي، يعني ما فيش حاجه ممر. لا يا اخويا انا ما بقولش على الدوشه اللي عندكم جوه دي، خلاص احنا تعودنا عليها من زمان. بس انا سمعت بقى بتتكلم مع حد على السلم. ده راجل طيب كده وشكله محترم قوي، يظهر جارنا باين. قصدك سي زكي؟ انت تعرف يا سعادل؟ لا صراحه ما اعرفوش، انا اول مره قابله دلوقتي. شكله محترم فعلا يعني. قوي قوي يا اخويا، ده راجل محترم. واسكت بقى، يعني من ساعه ما سجن في العماره ما شفناش منه لعيبه، ما تسمحلوش حس ابدا. واضح انك بتلمعي. انت تعرفيه يعني كويس يا ام مرت؟ امال ايه يا اخويا، امال ايه؟ ساكن عندنا كده من يومين. من يومين؟ واضح ان انت لميتي عنه كل حاجه في اليومين دول ما شاء الله. امال ايه يا استاذ عادل، واحنا بنلعب ولا ايه؟ لازم السيره الذاتيه بتاعت كل واحد ساكن في العماره تبقى عندي. انت هتقولي لي مكتب استعلامات العماره كله عندك يا ام مرت؟ والله انا كان نفسي اقعد ارغي معاكي اكتر من كده، بس عندي شغل يعني هستاذن انا. امال يا اخويا بالف سلام. مع السلامة يا حبيبي. لو سمحت يا أستاذ، ممكن زكي الزكي الراسي اسمي. وحشتني قوي يا استاذ. عادي سعيد، بس حضرتك انا مش طالع لك نص الليل عشان اتعرف بيك. حضرتك ما يصحش ابدا ان انت تبقى مشغل الراديو بالصوت العالي ده ابدا يعني. ما احنا
اولا مش هينفع نتكلم هنا، ثانيا ده مش راديو، ده كاسيت. ده على اساس انها تفرق معاك يعني؟ حضرتك صحتنا من عز النوم يعني. من عز النوم، الله عليك. اتفضل 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 يا استاذ عادل سعيد. باباك اسمه سعيد، الله عليه. اتفضل اتفضل. حضرتك يعني ماشي لو ده هيريحك ان انا ادخل يعني عندك واقعد، ماشي اديني دخلت، بس اطفي الكاسيت ده ولا وطيه حتى عشان نسمع بعض، يعني حضرتك مش عايش لوحدك يعني؟ لا انا فعلا عايش لوحدي، عشان كده دي فرصة سعيدة قوي يا استاذ عادل سعيد ان احنا نتعرف على بعض كويس بشكل افضل، احسن ما كنا نقف نتكلم على السلم والجيران والفضائح والقلق، ولا ايه يا محترم؟ هو انا محترم بس بجد انت زعلتني منك يا استاذ زكي الراسي، يعني لان ما كنتش متخيل انك انت تعمل كده، يعني نص الليل وتشغل مزيكا وتصحينا من النوم، ما يصحش يعني يا استاذ زكي يعني. طب تحب اشغل لك اغنية ايه عشان تعرف تنام عليها، ولا اقول لك بلاش تنام على الاغنية، تنام على السرير احسن، تنام على السرير. تعال تعال. لا 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 انا كده ابتديت اقلق من حضرتك، يعني ايه الكلام اللي حضرتك بتقوله ده، والضحكه الاخيره دي غريبه برضو يعني. الله الله الله، توقفت ليه يا استاذ عادل؟ اقعد استريح استريح. انت عارف حاله القلق والتوتر اللي انت فيها دي سببها ايه؟ كميه الضغط الرهيبه اللي وقع عليك. مالك يا حبيبي، انت خايف من الهدوء ولا ايه؟ هو صراحة يعني انا خايف فعلا من الهدوء، لان عمري ما جربته يعني قبل كده يعني. اكيد خايف اكيد. عارف يا عادل، ما جربتش انك تاخد ساعة واحدة من اليوم كله تريح فيها اعصابك وتعمل ريلاكس من الضغط والقلق والتوتر بعد يوم عمل متعب وشاق؟ بصراحة يعني لا، ما عملتش كده قبل كده. طب ما تحاول يا حبيبي، جرب ريلاكس. عادل مالك، خايف من الهدوء ولا ايه؟ مش مسألة خايف من الهدوء يعني، صراحة خايف من الهدوء. ما تخافش، صدقني مش هتحس بحاجة خالص، سيب لي نفسك ريلاكس، ما تشدش اعصابك، ما تفكرش في اي حاجة. يلا يا عادل، ريلاكس ري بيبي بيبي حبيبي حبيبي قلبي، وحشتني قوي. انت كنت فين يا بيبي؟ حرام عليك، ده انا كدت واني جن جنوني. ياه يا رانيا، الهدوء اجمل حاجه في الدنيا يا جماعه، هو الهدوء. يا سلام يا عادل، قصدك ان احنا محسينك بالدوشه والضوضاء ولقيت الهدوء برا البيت، مش ده قصدك؟ بص يا سناء، بعدين انت كنت فين وسايبنا لمراتك وحماتك يبهدلوا فينا؟ يا سلام يا سلام يا سلام، كنا عملنا ايه فيك بقى احنا ان شاء الله؟ مامي احنا اصلا ما كناش بنتكلم معاهم. ما بتكلميش معانا ليه يا حبيبتي؟ مش قد المقام ولا مش قد المقام؟ ها قولي لي في عيني ان احنا مش قد المقام عشان اخدوالك عينك. انت ما حدش وجه لك الكلام خالص يا زفتانتي. نعم تقدري توجهي لها كلام؟ ده انا كنت بهدلك وطلع عينك. الله عليك يا هدوء، أنا طول عمري يا عادل عايش في الحياة الهادية دي، الهدوء ده عامل زي المخدرات، لو أخدته مرة مش هتسلاه أبدا. أنت هتقول لي يا أستاذ زكي على الهدوء؟ أنا بقالي أسبوع باجي أخد من الهدوء اللي عندك ده وأهرب شوية من السيرك القومي اللي موجود تحت. بس أنت برضو عندك حاجات مش موجودة عندي. حاجات زي إيه يعني؟ ستات. قصدك إيه يا أستاذ زكي؟ قصدي يعني إن أنا ما عنديش حد يعمل لي الأكل، يسيق لي الشقة، يغسل لي الهدوم، طول عمري عايش لوحدي يا عادل وبعمل الحاجات دي بنفسي. أيوة أنت برضو يا أستاذ زكي، يعني لو اتجوزت وبقى عندك أسرة وأولاد ودول يجيبوا أهاليهم هيبقى عندك نفس السيرك القومي ده يعني؟ خلاص يا عادل خلاص، أنا مانيش، أنا مفيش، أنا قطر الجواز فاتني من زمان. أنا قصدي يعني لو ممكن يا عادل تساعدني على سبيل الأخوة المروة الحنوة. يا سلام يا أستاذ زكي، أمرني، شوف عايزني أعمل إيه وأعملهولك على طول. يعني لو ممكن نعمل عملية تبادل صغيرة. إيه ده إيه ده؟ ايه الكلام ده؟ عيب يا استاذ زكي، ايه اللي انت تقصده بعمليه التبادل ده؟ عايز ايه يعني؟ جرى ايه يا استاذ عادل؟
انت فهمتني غلط. انا قصدي يعني لو انت والأسرة الكريمة ممكن تعتبروني فردا من افراد الأسرة. عايزنا نتبناك يعني. يا ريت، بس طبعا مش هينفع. انا قصدي لو ممكن يعني اي حد من افراد الاسره الكريمه يسيق لي الشقه، اي حد من افراد الاسره الكريمه يعمل لي اكله حلوه بيتي كده ماشي. هو لو على الاكل يعني وشويه نظافه كده بسيطه لهدومك ولا حاجه ما عنديش مانع يعني. ما هو برضو النظافه حلوه. النظافه اعمل لك ايه في النظافه يعني؟ ابعت لك واحده من الستات اللي عندي تليفك يعني ولا ايه النظافه دي يا استاذ؟ الله عليك. لا يا استاذ عادل، انا بستحمى مرتين في اليوم والحمد لله. انا قصدي لما اكون خارج يعني لو اي حد من افراد الاسره الكريمه يجي يسيق الشقه. انا مش عارف حكايه التسييق دي معاك، لكن عموما اسالهم، اصل ده طلب صعب يعني، ده عايز واحده شغاله، بس هسالهم يعني. وفي طلب اخير يا استاذ عادل. اكيد بقى عايز تفتح الشقتين على بعض وتعمل سلم داخلي. لا 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 لا، ليه؟ ما السلم الخارجي موجود. انا قصدي يعني انك انت ما تاخدش الحاجات اللي بطلبها منك دي على سبيل المقايضه. مقايضه يعني ايه مقايضه؟ انك تعتبر ان الحاجات اللي بطلبها منك دي عشان انت بتيجي تنام عندي وبتنعم بالهدوء والراحه والسلام النفسي. لا، انا بطلب الحاجات دي منك يا عادل كصديق، كشقيق، كاخ. اخ. كل ده عشان شويه الهدوء اللي انا باخدهم يعني. ربنا يكرم يعني يا استاذ، ربنا يكرم. ايوه، دوق الهدوء وهو هتفوق، ده الهم طوق، فكه يا مخنوق وريلاكس، ريلاكس. غلط، اكبر غلط. الاكل اتاخر يا سعاد والغسيل لسه ما جاش. ان شاء الله الاكل هيوصل والغسيل هيجي وكله هيبقى تمام. معلش يا استاذ زكي، سيبني اخد جرعه الهدوء بتاعتي، انا حاسس ان انا جسمي كله بيهرش يعني. ان شاء الله الاكل هيوصل هيوصل هيوصل. اطمن اطمن اطمن، الجرعه هتاخدها في معاد. يا ترى مين اللي جاي دلوقتي؟ ايوه ايوه، الغدا يا عادل. على الله يطمر فيك، شايلاه على قلبي. امسك. وطي صوتك وطي صوتك. مين اللي على الباب يا عادل؟ لا ده الغدا وصل يا استاذ زكي. استاذ زكي بتعملوا ايه مع بعض؟ ما بنعملش حاجه. اتكل على الله. مع بعض ازاي انتوا لوحدكم؟ اتكل على الله. انت مالك؟ انت مالك؟ الغدا وصل اهو. ها اخد الجرعه بتاعتي بقى. مش لما نتغدى الاول؟ لا لا معلش، انا محتاج بس ان انا انام خلاص، جسمي حاسس انه فايق. اوه يا ترى مين اللي جه تاني؟ ايوه. بابا ده الغسيل بتاع عمو زكي، ماما قالت لي اطلعه. طيب متشكر. مين اللي على الباب يا عادل؟ ده الغسيل وصل، الغسيل وصل. تكره على الله، تكره على الله. اتفضل حضرتك، الغسيل بتاعك اهو، اكلك قدامك، مش ناقصك اي حاجه. انعم بقى بشويه هدوء والنبي. الله عليك، كده كله تمام وهتنعم ان شاء الله. اوه مين اللي جاي تاني دلوقتي؟ انا قلت بقى الشقه هنا هاديه وانا عايز اصلح الكراسي واركز، والشقه تحت زيطه ودوشه، فقلت اجي هنا عشان اخلص شغلي. تيجي هنا فين؟ اتفضلي يا استاذه سناء، زي بيتك برضه. زي بيتها ايه حضرتك؟ حضرتك مع بيتها تحت يعني، جاي هنا تعمل ايه حضرتك؟ عيب يا عادل، دي اختك ومن حقها تنعم بلحظه من الهدوء. ماشي، بس تقعدي بقى على جنب ومن غير دوشه خالص. ها يا عم روحي يا شقتك. اوعى. وبعدين في الجرس ده بقى النهارده. والله البت سناء عندها حق، الشقة هادية خالص. يا ماما انت جاية تعملي انت كمان يا ماما؟ يا ابني كنت بعمل لك بلوفر عشان الشتا، ما عرفتش اركز فيه، قلت لما اطلع هنا منه اخلص البلوفر ومنه رايح اعصابي من الدوشة اللي تحت. اهلا اهلا يا حاجة، اتفضلي. تتفضل فين حضرتك يعني؟ بيتها تحت حضرتك.
اهلا يا حاجة. اهلا بيك. وبعدين بقى في الجرس اللي مش هيسكت ده. والله معاكي حق ياسمين، الجو هنا هادي وصحي ومفيد جدا للمذاكره. صحي ايه ومفيد ايه اللي انت جايه تقولي عليه؟ الصور تنفع مطلع اغنيه. احنا جايين نهزر. وبعدين يا سناء قلنا من غير صوت خالص. عايزه ايه يا رانيا؟ عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ مامي نجلاء مقطعين بعض تحت وماسكين في خناق بعض، والبنت عندها امتحانات وعايزين نذاكر، قلنا نيجي نطلع هنا طالما الجو هادي عادي. لا 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 لا، ما دام عندها امتحان يبقى لازم تقعد تذاكر هنا في هدوء. اتفضلي يا مدام، اتفضلي يا ياسمين. وحضرتك اي حد يجي تدخله كده اهو. طب ما انا انزل بقى اجيب بقيه الناس على هنا على طول. ايوه اهلا وسهلا. منوره يا حاج. لا لا معلش يا عادل، احنا جينا معلش ما يهمكش. رانيا بصي بقى البنت دي اللي هتجنني خلاص مش قادره عليها. رجع هنا اقعدي. راحت نزلت جابت بلوزه تقرف الكلب تقرف زباله. يعني انا ما اقدرش ادخل البادي ده جوه البيت بتاعي ما اقدرش. يوه يا نجلاء، ما 100 مره قلنا لك بلاش ذوقك يبقى زباله وتروحي تجيبي حاجات مش لاقيه عليكي. ما تروحي تجيبي حاجه لاقيه عليكي. هاتي بيبي بلو، هاتي تركواز، هيبقى تحفه عليك. ايه يا رانيا اللي انت بتقوليه ده؟ تركواز ايه وبتاع ايه؟ الحاجات دي مش هتليق عليا. شرب 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 نو ده يليق عليك عشان انت بيضه وفاتحه بيضه وفاتحه. لا يا مامي مش هرجعها، مش هرجعه. وبعدين فخلي بقى ممكن ما يرضاش يغيرهولي. يا سلام ليه ان شاء الله؟ جايباه من انهي مول وانا اروح اكسره؟ مول مول والله بيضه تروح المولات اهو. امال بتشتكوا الفقر ليه يا حبيبتي؟ والله وتعرفوا طريق المولات اهو. يا بنت ده انت ابوكي مات في الغربه عشان ما عرفش يقول ام هانجري. شرف شرف يوسف بقى زفته هنابه. لو سمحتي ما تتكلميش على ابويا ابدا. ابويا اصلا بيتكلم سبع لغات. وباقي العمي كان بياكل في مطعم عمر اهلك ما شم ريحه اكل المطعم دي. تقصدي ايه يا رانيا؟ ما صدقتيش يا سنه. ولعلمك صوتي معليش عليكي. بحسب. ادخلوا ادخلوا، عاجبك الكلام ده؟ انا بقى اللي سايبك هنا يا استاذ وماشي. بابي بابي ده ايه يا روح بابي؟ بابي اللي جالنا عشان يقول لنا ما نشتريش المطبخ عشان ايه؟ الميزانيه لا تسمح. لا 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 يا اماغ يا اماغ يا اماغ. لا يا حبيبتي بقى، احنا اللي شارين الفرشادات كلها بتاعت البيت بأماره الفوتيه اللي انت قاعده عليه من كتر وعادك عليه بقى يشبه لك. يا بنت فوتيه يا بنت سددتي ولا ايه؟ ده حته الشنطه القطن بس من كل حته فيها. صار كده فيه يا ناس يا ناس يا ناس، كفايه. عايزين نعرف بهدوء كده مين اللي جاب المطبخ ومين اللي جاب التلاجة؟ اما انت راجل غريب صح؟ حاجه مساله عائليه وعائله بتتكلم نسايب بتتحش اللي ما بيناتنا. بنت عيب عيب تكلمي الحاج بالطريقه دي. ايش 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 انا فيه خالص. بس شي استاذ معلش استاذ زكي، احنا اسانين خالص. اصل دول عرة 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 من الحديد كده يعني من تحت الارض كده يعرونا. بس انفورشنتلي قرايبنا. مين دول اللي عرة؟ ده انت اللي عرة. بس خلاص الله عليكم. عايز اقول لكم حاجه، عايز اقول لكم حاجه كده. لو انتوا عاملين فيها مجانين انا مش عامل، لان انا مجنون فعلا. مجنون ولسه خارج من المصحه. صحه بقى صحه. ايه ده صوت زكي. هاي اكيد بيسلقوه فوق. يلا انا مالي. مين بقى المزعج اللي جاي يضايقني دلوقتي؟ ايوه اقفل 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 يا استاذ زكي. ست حيات بتوعك، ست بنات، ست مصابات. عادل انا عندي سؤال. اتفضل اسال. هو مين اللي جاب النيش ومين اللي جاب الانترين؟ انت كيف من الثلاجه يا عيني؟ ده انت حالتك صعبه قوي. ايه اللي حصل بس؟ ايه اللي حصل؟ عادل انا عايز اطلب منك طلب. اطلب يا استاذ زكي اطلب. ممكن اقعد عندك شويه اخد جرعه هدوء من فضلك؟ لا معلش يا حضرتك، هنا المكان ده يعتبر ملاكي، انت عندك فوق اجره.
مالك واجره الله عليك على جنب قصه. ماشي ماشي، بس قبل ما امشي لازم اقول لك حاجه يا عادل. اتفضل قول. اوعى تقول انك مظلوم او تشكي حقك مهضوم او تصرخ الاكل غالي او ان مفيش هدوم وانت عبت من الظلم خالص. نعم إلهي يا ابني تنام ما تقوم، إلهي يا ابني تنام ما تقوم. ريلاك إلهي يا ابني، ريلاك ريلاك. وديك عرفت المقطع، يبقى تعال لنا في أي جزء بقى تاني. يا رب. مع السلامة. مع السلامة. ريلاك ريلاك ريلاك. لا لا معلش، انا محتاج بس ان انا انام خلاص. جسمي لكن لازم جسمي توحشتيني قوي يا استاذ. انا اللي اخدت حاجتك ورايح. ماشي استاذ عبد الله واستاذ فريد شوقي واستاذ توفيق دلمي. غلط، اكبر غلط، الاكل اتقفل.